طيب نبتدي بعجز المعلمين. بعجز المعلمين اول حاجه فيه ان احنا نستكمل المبادره الرئاسيه لمسابقه تعيين 30,000 معلم سنويا، واحنا مكملين فيها. تفعيل قانون مد الخدمه رقم 15-2024، التعاقد مع 50,000 معلم بالحصه طبقا لاحتياج كل اداره تعليميه، الاستعانه بالخريجين لاداء الخدمه العامه بالتعاون مع وزاره التعليم العالي والتضامن، وبعض الحلول الفنيه اللي انا هطرح يعني احد هذه الحلول، يعني ده احد الحلول الفنيه اللي موجوده عندنا. الحل الفني ده ان احنا سنه 2023-24 اشتغلنا 23 اسبوع دراسي، وكان عندنا، انا بدي مثل على ماده اللغه العربيه، فاشتغلنا 23 اسبوع كان عندنا عدد حصص 12 حصه. انا اسف، تمام. كان عندنا في 23-24 اشتغلنا 23 اسبوع دراسي، كان عندنا 12 حصه عربي، او ده ماده اللغه العربيه، كنا بندرس 12 حصه في الاسبوع، كان زمن الحصه 45 دقيقه، عملنا 207 ساعه في العام الدراسي بالكامل في هذا الامر. جينا فاللي هنعمله ان شاء الله في 24-25 ان احنا هنزود عدد ايام التدريس الى 31 اسبوع. هنزودهم ازاي؟ احنا العام الماضي ابتدى موسم الامتحانات في 28/12 في الفصل الدراسي الاول، هنأخره لان طبعا كان ده فيه مشكله دايما ان الولاد بتبتدي امتحانات في اسبوع وبعدين بتقعد شهر ونص اجازه في البيت، وده بيعمل فقد تعليمي كبير جدا. فهنبتدي الامتحانات ان شاء الله في 11 يناير. ده جزء. الجزء الثاني ان احنا في اخر السنه كان بدايه امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتبتدي يوم 25 ابريل بعد اجازه 25 ابريل، وبتخلص على طول بعديها باسبوع، احنا هنبتدي الامتحانات 22 مايو ان شاء الله. فكده يبقى عمل الفرق في عدد الاسابيع. لو عملنا الفرق في عدد الاسابيع الدراسيه ده تمام، لو عملنا ده لو عملنا ده في عدد الايام الدراسيه في عدد الاسابيع الدراسيه يبقى 31 اسبوع. النصاب بتاع المعلم في الاسبوع هينزل من 12 ل 8، هنزود الحصه 5 دقائق، هيبقى عندنا 207 ساعه، نفس عدد الساعات اللي الولاد بتدرسها. في هذا الوضع نصاب المعلم لو كان المعلم بياخد فصلين في 12 حصه ب 24، اصبح نصاب المعلم 3 فصول في 8 في 24، ده يرفع قدره التدريس عندنا 33%. يعني ببساطه لو احنا عندنا 200,000 معلم بقوا 300,000 معلم في هذا الاجراء دون المساس بعدد الساعات الدراسيه السنويه. ده احد الحلول الفنيه. طبعا في حلول فنيه اخرى لعجز المعلمين، بس احنا ادينا مثل على ده.